بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا، أي ننزه المولى سبحانه وتعالى ولا نفكر في المولى عنده عيب من العيوب. كيف يكون الخلق له عيوب؟ أنتم كلكم عيوب، أما الخالق منزه عن كل نقيصة وكل شرك و ولا يحتاج لأحد، بل كل شيء وإن كان ذرة وما دون ومجرة وما فوق هي بحاجة إلى خالقها باش يعتني بها باش يكون قيوم على شؤونها. أين أنتم من معرفة إله؟ قال احنا مسلمين، احنا نعبد ربي ليلا ونهارا لا ظاهر عليكم. الفضيحة دائما تتكرر، يسألوا اللي يدعون المعرفة عن الفاتحة كيف تقرأ وكيف تشوفها، يسألوا أبسط الأسئلة هذه، تروا أن أنتم فضيحة فضيحة، عاملين روحكم ورولين ميكانيك وعاملين روحكم ذراع قوي، ذراعك مكسر، تجب كلكم مكسر، لا دين لك يقبله الرحمن، ربي ما يقبل كان الحاجة الثابتة اللي هي خاصة لوجهه تعالى. خي من يجيبش يقبل ربي؟ تعالك تصلي السلام ايش السلام مأمور بها؟ أنا تتلفي خرقة وثيقة وترمى على وجهك القبيح، فهمت بالضبط اللي تعمل السلام؟ قال لي أنا نعمل في اليوغا، واستعمل اليوغا، قال نركز على نملة وعلى ناموسة وباش أنا جيني هكا شيء من الاسترخاء، يجيني شيء من الاسترخاء ونولي عاد نشعر ونولي نتخيل خيالك منعش. واوا منين ليكم والستشين كذا النهار كله والانسان يبدا هو ولا يمشي في اماكن تاع رياضه، يعني رياضه جسميه، هي الرياضه تكون كالروحيه ثم يتبعها رياضه عقليه ورياضة على إيقية ثم يأتي دور الجسد. يعني أنتم عبدتوه عبادة، واللي أنتم ناسين اللي هو مقبرة لعقلكم، كان دعيتم أنا بقي لكم عقل ولا لروحكم هذه هي دنسها إبليس، نعوذ بالله من شيطان من كل شيطان رجيم.